يعطيكم العافية متابعينا الكرام. في عندنا قطعة أيضا اسمها التي برانش، ممكن طبعا التي برانش يكون متفرع على اليمين وعلى اليسار، وممكن يكون مثل الحالة اللي احنا موجودة معنا في قطعة ستريت، تمام، وفي عندنا برانش باتجاه اليمين أو قطعة ستريت وبرانش باتجاه اليسار. طبعا هاي بتم استخدامها لما يكون في عندي تو برانش لنفس الماكينة، أو ممكن أنا أخذ برانش مثلا إذا كانت الماكينة بتعطي إلى تو سبيس، هذا الدكت بيعطي إلى سبيس مثلا وهذا الدكت بيعطي إلى سبيس، ولكن في حال تم تركيب هذا هاي القطعة لي تو سبيس مثلا، احنا راح نضطر نركب هون فوليوم دامبر على هذا الطرف وفوليوم طارق دامبر على هذا الطرف. يعطيكم العافية.